نمرة ياد اللي اتعملت ياه، مش حمادة تايسون ياد اللي اتعمل معاه نمر يالا. يا اسطى بس يعني، بس يعني ايه؟ انت هتخيبه ولا ياد انت هو ياه؟ يالا احنا اتخذنا على اخوانا وكنا مسموكين طول اليوم، واديك شايف الواد الظابط زي البغل ازاي؟ ولولا كده كنا رجعناه في شوار قسما بالله. عمنا ما قلناش حاجة، بس يعني، بس يعني ايه؟ بس يعني ياد يا غبي ياد انت ولا لف وشك ياه، لف وشك ياه. ما انا قدامك وياد صح سليم يالا، والقضية اللي كانت لابساني دي انا طلعت منها وزهق الحق فيها، ولبسته بدلع ياه وعمال يجري زي افران الشوارع في كل حتة، وقضية فيها اعدام يعني معلمها على الرقبة. يالا يلا هم سيبها ونزاحل من فوق دماغنا. ومين اللي شالها يا حمار؟ ما انا اللي شايلها. يالا جرايه يا اسطى، انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ ما تقول كلام يخش المخ. مش لما يبقى ليك مخ يا غبي تفهم بيه. لف وشك ياه، ده افهم يالا. انا اللي معلم على الظابط يالا، ومش اي علامه ياه، دي علامه يالا في الرقبه ما فيهاش اي كلام، والظابط ده متعلم عليه علامه ما فيهاش رجوع، يعني لا يهرب ويفضل هربان لا يرجع يالا هنا ويتعدم ياه. لا 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 لا، امسك العقل كده، انت عايز تفهمني اللي انت عملت معاه فوق المايك؟ ايوه يا اخوان اللي معلم عليه، انت قاعد غبي ولا ايه؟ مش اي علامه قلنا، عشان تعرف بس على حق كده احنا بنعمل ايه مع الضباط، وعلى الطلاق بالثلاثه اي ضابط في المنطقه دي لو يجي نعمل معاه الصح ونرجعه في شوال، يا منطقه وسخه. انا مش فاهم انتوا قاعدين بترغوا معايا ليه ومصاحبيني يالا كده. يا قوم يا تشوف شغلك يا قوم يا تقطع الحشيش يا قوم يا جاكم القرف عليكم على عدتكم وسهرتوا الحجرين. وحشتني قوي يا سليم، ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب لك الورق ده. الظرف فيه فليشه، كل التفاصيل اللي موجوده في الورقه هتلاقيها فيها، يعني عشان لو حبيت تطبع نسخه تانيه. يا رب تكون المعلومات دي مفيده بالنسبه لك. على فكره صلاح من يوم ما مشيت وهو مشدد المراقبه عليا انا ومامتك وسلمى قوي، حاجه تخرق بصراحه. وكمان السوشيال ميديا مقلوبه وعاملين دعوه ان الناس تدور عليك وتبلغ عنك، بس مش عارفه مين اللي ورا الكلام ده. عشان خاطري يا سليم خلي بالك من نفسك. بصراحه يا سليم بيه، الانسه فريده دي بتحبك وطيبه قوي. اه امال بتحبك؟ ما هو اصل يعني ما فيش واحده تعمل كل ده وتخاطر بنفسها عشان واحد الا اذا كانت بتحبه، ودي مش بتحبك حب عادي يعني، دي بتموت فيك كمان. بس انت بصراحة يعني كده مزودها في حركات جمعة الشوان ورقفة الهجام اللي انت بتعملها دي. ايوه في ايه يعني يا باشا؟ عادي، ما تبعت لها حودة بأي حاجة هيجرى ايه؟ سلمها فعلا عشان نص ساعة ولا صلاح توخي قاعد معانا مش كده؟ يا هو يعني صلاح ده كبير قوي بيه؟ يعني حاجة كده زي الاف بي واي؟ يا بني ادم افهم، صلاح التوخي حاطط عيلتي وعيلتك وفريدة في دماغه. اي حد هيكلمهم، اي نمره هتتصل بيهم هيجوا وراها على طول ويبقى هنا. فهمت؟ يا ترى عامله ايه يا سميحه انت والبنات؟ لا مؤاخذه خالتي، انا عارف ان انا جاي في وقت متاخر، بس حبيت اطمن عليكم واشوفكم لو محتاجين اي حاجه قبل ما ارجع الجيش. ايه ده، وانت لحقت تنزل علشان ترجع؟ هعمل ايه بقى خالتي؟ ميري، بعدين هم عندنا في الجيش مشددين قوي على الاجازات ومقرطين قوي على الاخر، ده سبحان من نزلني الكام يوم دول. ربنا يحميك يا حبيبي ويحرسك انت واللي زيك يا رب. بالله عليك يا خالتي مش محتاجه اي حاجه، قولي لي ما تتكسفيش مني. تسلم لي حبيبي. عموما انا موصى ابويا وامي لو احتجت اي حاجه قول لهم على طول هم يتصرفوا. ماشي؟ يخليك لينا حبيبي. حاضر. خلي بالك من نفسك يا نوره. وانت كمان خلي بالك من نفسك. حاول تكلمني لو عرفت. هو ممنوع بس هحاول. هتوحشيني قوي على فكره. انت كمان هتوحشني. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا اختي؟ ايه الدلع ده؟ كلها يومين وهيرجع. عارفه يا سميحه، من ساعه اللي حصل لابراهيم وانا بقيت بتوجع من فرق اشرف اكتر من الاول. هو انا كل ما اتسند على راجل هياخدوه مني؟ يرضي مين ده بس يا رب؟ استغفر الله.
انت جاي تقول لي الكلمتين دول ليه؟ مال انا ومال ابراهيم وبناته؟ انا بس حبيت افهمك، لا تفتكر ان البيت ده فيه ولا من بعد ما سوحت الراجل تبقى غلطان. راجل مين يا دفعه؟ انا لا عملت في راجل ولا عملت في ست. انت عايز تلبسني تهمه ولا ايه؟ بعدين من امتى وانت صوتك بيعلى وعينيك بتجحر؟ هو هيكونش الست استعد والتسعه استعد اللي بتعملهم في الجيش خلوك راجل وتقل ادبك على عمامك وعمام حتتك؟ انا مش مستني الجيش عشان ابقى راجل. اقول لك، وحتى لو الجيش جمد قلبي فدي حاجه ما تعبنيش. ليه بقى؟ لان انا لا بجيب فلوسي من تجاره كيف ولا بتحمى في شويه عيال. اقعد يا زلطه، وانا احتراما للبدله الميري اللي انت لابسها دي مش هرد عليك. روح توكل على الله وحسابنا بعدين. هقول لك على حاجه يا معلم، مالكش دعوه ببيت عم ابراهيم. شيله من قدامي يا ايمن بدل ما اعملها معاه. تعالى اشرف يا حبيبي، نزل ايدك يلا. هو جرى ايه بالظبط؟ الله، هو كل من لبس المموه هيعمل لي فيها فندام؟ طب ما الواد ابني كل سنه بيلبس البدله دي وما بيعملش كده في حد ولا يقل ادبه. الله، ها، بس بصراحه عنده حق، البت تستاهل قوي. خلاص يا زلطه، اصل افتكرتها يا معلم. يدي الحلق للي بالي ودان. معلش. يلا يا سعاد اخلصي. انا عايزك تاكد على سيد بس يبعت لنا النجار على وسط النهار عشان ياخد المقاسات ويبتدي شغل. حاضر يا سعاد. وبتاع الدش كمان ابعته لنا، يا احسن الهوا حرك الطبق كده وفي قنوات كتير طارت. والله العظيم ما طار الا النافوخ يا سعاد. يا ست الحميل من طلباتك بقى يا حاج، وانا ليا حد غيرك اطلب منه؟ يا سلام يا اختي، وابنك اللي نايم اللي عامل زي البغل ده ما تصحيش طلباتك. اخسى عليك يا حاج، ما تقولش عليه كده. اه يا اختي، دلعي دلعي. ما هو طول ما انت عماله تدلعي فيه وتعامليه على انه النوغه اللي لسه في اللفه عمره ما هيفلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي نزلك كده على ملا وشك يا حبيبي على الصبح؟ انت هتصيع وليه ولا ايه؟ انت بتصيع عليا؟ ما تبصي في وش ابنك وانت تعرفي ايه اللي حصل. الباشا كان سهران سهره من بتوعه ولسه خلصانه دلوقتي. انت مش شامه ريحه الخمره اللي هبت علينا بمجرد ما دخل؟ طب انا مش فاضل التقطيم بتاع كل يوم ده، انا داخل انام. استنى، ما تهدى عليه يا حاج، هو في ايه؟ خلاص خالص، ما اسمعلكيش صوت. انت فين يا ما فيش يا حاج، كنت مع شادي ولو مش مصدقني كالعاده بسالك. انا بسالك انت. هو في يا حاج على الصبح؟ في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت ايه؟ انت ما بتحسش؟ انت البعيد ما عندكش دم خالص. يا حرام، بعمل اكسجين. روق كده يا حاج، وايه اللي حصل لكل ده بس؟ هقول لك انا اللي حصل. اللي حصل اني بسبب صياعتك وبوظانك الدنيا خربت، اتقلبت على دماغ الكل. اللي مات واللي لبس تهمه، اللي غرق في الشر والوحله لغايه ودانه. يا رب يا رب، وانا عملت ايه عشان تبليني بعيد زي ده؟ اسمع، لا أنا لولا الحرمانية أقسم بالله كنت ضربتك بالنار وخلصت الدنيا من شرك وعرفك. بس بعدين بعدين خلاص جرجرتني للطين وخليتني مشيت ورا، صرتني الإنس والجن. ده بسببك كده بالسكك ركبت على كتفي ودلدلت رجليها. وبعد ده كله دول أخلص من عرفك. يلا غور من قدامي. يلا غور. وانت سعاد، المره دي انا مش بهوش، واذا كنت باقي على بيتك لم ابنك، لا تكون قرف. هو ايه؟ فاكر ان هو هيذلني بالحوار ده؟ لا على فكره، وكتاب الله هسيب لكم البيت، ولو اتشقلبتوا محد هيعرف لي مكان. بيت ايه اللي تسيبه يا عبيط؟ ده بيتك وبيت ابوك، وبعدين اللي بيعمله ابوك ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا؟ ابوه ما بيخافش غير على نفسه وبس. وبعدين انا ما قلتلوش يعمل كل اللي هو عمله ده. لو هو بقى حاسس بالذنب وضميره مأنبه قوي كده، يدور على حد غيري يشيله الليله، عشان انا اللي فيا مكفيني. وعلى فكره انا عادي جدا ممكن اقف لكم في وسط البيت واولع لكم في نفسي. بعد الشر عليك يا حبيبي، بعد الشر. اهدى اهدى، منه لله اللي كان السبب.
يا ابني احنا كان مالنا ومال البلاوي دي كلها عشان خاطري اهدى وانا هقوم اعمل لك حاجه تاكلها. مين؟ أنا. افتح الباب، الأكل هيقع. الباب مفتوح يا حبيبي، خش خش يا حمزة، زق الباب. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بحمزة فندي كعب الغزال. إيه الحلاوة دي؟ الغدا ده ريحته باينة وأنت جاي يا دي حمزة. وما أنت شامم، بتسأل ليه؟ ولو أنا أكلك وخلاص. ولا قلة الأدب دي، تعالى أقعد. نعم، عدنا نغسل لكم الأرض عشان تخلصوا أكل، ولا عندكم غسيل عايز آخدكم في منين؟ استغفر الله العظيم يا رب. تعالى يا لعن، اقعد بطل غلاس، تعالى. انت ايه لسانك تقول لمين؟ لامي. لامك؟ انت عارف يابا بتفكرني بعيل غلس برضه زيك كده. الله يرحمه ما كانش بيحبني، بس في الاخر بقينا اصحاب. وبعدين مات؟ مات وسيبني لحد النهارده بدفع تمن طولة لسانه. بقول لكم ايه؟ انا مش داخل عليا حوار ان انت قريبنا ده، بس انا ساكت بمزاجي عشان حركة الجدعانة اللي انت عملتها مع عاد ياسين اخويا. يلا بقى انا والشفا، سلام. يا ساتر يا رب على الخلفة. لا يا باشا، ده البنات نعمة. يا نهار اسود، إذا كان الجيل ده عامل كده، أمال الجيل اللي جاي بعد منه هيبقى عامل إزاي يا باشا؟ ربنا يستر علينا. هلا يا باشا، بسم الله، غير ريقك. الألف نايم، مش قادر، كل أنت. ومن سمعك يا باشا، هو مين اللي نفسي ياكل؟ والله يا باشا أي حاجة الواحد بيدوقها من غير العلبة طعمها مرار. إلا قول لي صحيح يا باشا، أنت هتطمن على ولادي إزاي؟ هنتصرف، ما تقلقش، هتشوفهم يعني هتشوفهم إن شاء الله. ربنا يخليك يا سليم بيه، ربنا يخليك. في استجابة سريعة ومشكورة من وزارة الداخلية للهاشتاج اللي احنا اطلقناه من هنا من البرنامج بلغوا عن سليم الانصاري، جالنا دلوقتي بيان من وزارة الداخلية بارقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للابلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الانصاري. الارقام دي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، واحنا من هنا بنناشد السادة المواطنين ان هم كمان يقوموا بدورهم، وان اي حد عنده معلومات هتساعد الداخلية في القبض على المتهم الهارب ان هو يتصل بيهم فورا. وفي نفس الوقت بنشيد بوزارة الداخلية المحترمة اللي أثبتت بشكل عملي أن لا أحد فوق القانون، وأنها ما بتداريش على أي مجرم حتى لو كان في الأصل ابن من أبنائها. ألو حودة، أنت فين يا أخويا؟ فوق؟ طب انزل بقى بسرعة، حصلت مصيبة، انزل. والله يا حودة مراتك دي ست طيبة، بهو ده اللي قلقانة منه. معذورة يا سليم بيه، غصب عنها، هو اللي بيحصل لنا ده قليل. هو اللي بيحصل يعني؟ ما من ساعة ما اتقبض علينا وهو ده اللي بيحصل، ايه الجديد يعني؟ لا يا سليم بيه، لا مؤاخذة سعادتك، يعني الحكاية كل شوية بتخش في الغميق. وفي أغمى من كده يا حودة؟ أنا الدنيا كلها بتجري ورايا، حكومة ومعارضة ونشطة وصحافة وأغنياء وفقراء. تخيلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجة واحدة بس، أنا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. يعني انت مش قلقان من اللي بيحصل لنا ده يا سليم بيه؟ ولا من ايه يا هيما، مفيش اكتر من اللي حصل. هم يا حودة اشكر لمراتك على اهتمامها، انا عايزك بقى تروق نفسك كده وتفضلي عشان عايزك مشوار مهم. رقبتي انت اتجننت في بقك يا جدع انت ولا ايه؟ انت ازاي جاي تقول لي كلام زي ده؟ انا حماده تايسون،
يعني الكلام كده قبل ما تقوله ها؟ مش بكابورت جاي تجميل في وشي. اعلى زناتي عشان ما عملهاش معاك. رجعنا تاني لهالفطه في الكلام اللي هتجيب دماغك دي. امال انا جاي لك ليه؟ لم لسانك يا تايسون احسن لك ولا مش قد الشرب وفي وسط الرجاله اتنين اشرب لوحدك. يا اسطى انا اشرب عندكم في اسمكم، انا اشرب في اي حته. يبقى تشرب بالاصول وتلم لسانك. مالك انت امال الظابط تجيب سيرته وسط الليص واللي ما يسواش وتقول عملنا وسوينا. الله. انت مشغل عصافيرك عليا ولا ايه؟ انا زناتي يالا. يعني بعرف دبه النمله بالقبل حتى ما تحصل. وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه وما تجيبش سيرته نهائي. ده امر يعني؟ امر. انت شهدت شهاده وقصادها طلعت براءه، يعني مات الكلام على كده. لكن ترغي وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورا والقلم وبالاصول. وبالاصول تخش فيه قبلي. واذا كنت فاكر نفسك يا اخويا عو وبتخوف وكده، فانا العفريت يا زناتي. العفريت اللي هيطلع لك في كل حته. واسمع بقى كلام الرجاله. انا صحيح وافقتك وانا جوه عشان افك من البلوى اللي انا فيها. واخد حقي من الظابط. انما يا اخويا انا مش عيل صغير. وعندي رجاله في كل حته وانت عارف. الصراحة بقى أنا من ساعة ما طلعت بسمع كلام مش عاجبني، مخليني أخويا راجع نفسي. كلام اللي سمعته يا حماد كلام على لطفي بالمجد وابني. إيه؟ مش معكوكين معانا في القصة ولا إيه؟ والظابط جاب اسمهم في التحقيق؟ اللي قول لي يا زناتي صحيح، هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ ما أنت شهدت على اللي قتله بنفسك. كنتش أنت اللي قتلته وجاي يتحور؟ تطلع صوتك عليا ولا إيه يالا؟ لا اسمع يا أمين، مصلحة دي أنا راكب فيها قبلك. يعني إيه الكلام ده تايسون؟ يعني اللي بقوله لك كده يا زناتي. راجع نفسك أنت وناسك وتعالى. نورت يا زناتي. طب ما الراجل معذور برضه يا تامر. أنت مستقل باللي هو فيه. أنا أبويا بيقول لي إن الواد زناتي شبح فلوس من تحت راس الحوار ده. بقول لك إيه يا عم شادي؟ ما تحرقش دم انت راخر، أنا ماليش فيه. أنا لا كنت عايز حد يتقتل ولا حد يلبس تهم. وبعدين أنا عارف دماغ أبويا. أبويا بالنسبة له اللي بيحصل ده بقى فرصة عشان يقدرني ويعمل معايا زي ما بيعمل مع إخواتي البنات. جاي منين ورايح فين وأقعد هنا أهون شوية شوية أقول لي اشرب اللبن الدافئ واغسل أسنانك قبل ما تنام. وراجل خايف على صحتك برضه يا تيم. ورحمة أمك يا شادي بلاش استظراف عشان أنا مش طايق نفسي. يا عم ما تقفش كده أنا بهزر معاك. المهم أنا عايزك تاخد بالك. خد بالي من إيه؟ أبويا عامل فيها حكيم زمانه وشار على أبوك إن هو يجوزك. لا ده بصيني كمان إن أنا لغيك في الحوار. هيجوزوك يا بيضة ويقعدوك في البيت يمكن تتلمي. دمك يا ده اللي هيجوزوه عشان تتلم. لا اتجوز قال. أنا هفضل كده طول عمري داير على حل شعري. يا زفلة. تامر هو أنت مش زعلان إن أنت ما كملتش تعليمك؟ ولا فارق معايا. عارف انا شادي؟ انا لا عمري هتجوز ولا هخلف. انا ايه اللي يخليني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ ادلعه وابوظه. بعدين العيال سلسفين اهلك منه باظ. فيصعب عليا ارجع ادلعه تاني. لحد ما في يوم يعمل مصيبه سودا فجر عشان اطلعه منها. فرجلي تغرس في مصايب متلتله. وافضل بقى ذله واقطن فيه بقيه حياته. هو اصلا مالوش فيه. ولا فاهم حاجه. عشان كده اخي انا طول عمري كنت قاعد اقول لك ان انا نفسي ابقى زيك طيب كده وفي حالي. انت ما عملتش مشكله واحده من واحنا صغيرين يا عم.